بتقول شيء؟ امن رقدت؟ لا لا بك وش تحلمت انت؟ لا 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 بك اذني تسيد. طيب خلنا اجل اشوف. لا لا والله العظيم لا لا والله لا خلاص لا ابغى اشوف سوي لا بس يوم بسم الله عليك خلي بس بسم الله عليك يلا يا سعد تحاك بكلمتين ثلاث تحاك بكلمتين ثلاث والله وفيت وكفيت ايضا نشامه يا سلام ولكن يطول العمر الكلام في كل موضوع انا اقول اوصي كل يفرغ نفسه لعباده الله ما شاء الله في ذا الشهر المبارك اذكركم ريجين بعضهم تجار وبعضهم كبار بعضهم صغار في كل منطقه ومناطقنا لا اقبل رمضان رتب مقاضي عياله ما شاء الله ورتب اشغاله كان عنده تجاره ولا شيء وفرغ نفسه ما شاء الله ياخذ عمره ويروح للمدينه ويرجع واخر شيء يعتكف الله يكتب اجورهم الله رمضان والله العظيم يا رجال نذكرهم واعرفهم لما يفرغون ويرتب عياله رتب اهلك واشغال ويفرغ نفسه لعباده الله ما شاء الله 11 شهر اطرد الدنيا فيها يا سلام والشهر هذا خله عباده لله سبحانه وتعالى تفرغ للقران والصيام والتراويح والقيام والسنه والصيام ووقف لسانك لأن المجالس بيجي فيها غيبة ونميمة وذا وتكرمون منها والمشاهدين والمشاهدين ولا تدري انت تعيده ولا ما تعيده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايش تقول تلحق بكلمات يا ابو والله انا اقول 30 يقول على المثل يقول 30 تزود و30 ركوب